معنا على الهاتف الأستاذ وائل عوض محامي النادي الأهلي. أستاذ وائل، أهلا بيك. أهلا أهلا إبراهيم بي، وأهلا بكابتن عدلي القيعي وزير خارجية النادي الأهلي. أستاذ وائل، كويس إنك كنت معانا على الهواء وسمعت السرد اللي أنا قلته ده، مظبوط ولا في حاجة يعني؟ هو تمام مظبوط، ويعني قانونا سرد حضرتك للوقائع صحيح، ولكن وجب التفرقة بين الخطوتين اللي قام بيهم النادي الأهلي. أيوه. النادي الأهلي في موضوع القضية اللي رفعها أمام القضاء الإداري، هو رفع قضية بخصوص قرار نشر اللائحة الاسترشادية. هذا القرار في وجهة نظر النادي ان هو قرار اداري بحت، لا يختص به مركز التسويه والتحكيم، بل يختص به القضاء الاداري. ولذلك فهو اقام، مش النادي الاهلي عشان نكون يعني في دقه في المعلومه اللي نقولها، بعض اعضاء النادي الاهلي راوا او ارتأوا ان هم يجب ان يتحركوا في هذا المسار. اذا النادي الاهلي ما رفعش في الشق المستعجل، ولكن بعض اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي رافعين هذه القضيه. تمام، هذا ايضاح مهم. اتفضل. لان هو طبعا هو يمكن بالصدفه ان في احد الساده الاعضاء رافع الدعوه اسمه محمود طاهر، فالتبس الامر على تشابه الاسماء عمل الالتباس ده. ايوه، وظنوا ان النادي الاهلي هو رافع الدعوه، انما حقيقه اللي رافع الدعوه بعض اعضاء النادي الاهلي، احد رافعي هذه الدعوه اسمه محمود طاهر. ولكن في هذا في الدعوه دي عدل بيه، معلش، يعني وجب تسليط الضوء ان هذه الدعوه هي ل يعني ابطال قرار نشر اللائحه الاسترشاديه. فإذا هذه الدعوة في وجهة نظري أنا إن هي ما بين كفتي الرجحان والبطلان، مش البطلان اللي هو قد يحكم فيها بعدم الاختصاص وقد يحكم فيها بالقبول. لا، أنا عايز أتوقف هنا، يعني هو ده الشق الموضوعي. ده الطلب. لا ده الطلب. لا ده الطلب قدام القضاء الإداري. هو يرد المحكمة تصدر قرار ببطلان النشر اللائحه الاسترشاديه وتحلها بحالتها. يعني هو ده الطلب الموضوعي. ايوه بس طيب. لما برفع طيب استفسار يا استاذ وائل، انا الصوت بيقطع، معلش. طيب استفسار هنا في الجزئيه ديت، ده ما تم رفعه قدام القضاء الاداري مش قدام مركز التسويه. لا، ما انا عشان علشان المهندس عدلي التبس الامر ان هو التسوية. ايوه، انت في قضيتين، في قضية راحت للقضاء الإداري بطلب إبطال نشر اللائحة في الجريدة الرسمية. تمام. دي قضية لوحديها. وده لم يحكم فيها ولا حكم فيها؟ لا، دي لسه منظورة. طيب. ولسه ليها جلسة يوم. إذن دي لم تنظر. طيب. فيه. هنا في الجزئية دي برضو قانون الرياضة الجديد قال تختص أو يختص مركز التسوية وفض المنازعات وحده دون سواه بنظر الخلافات الرياضية. إذن اللجوء لأي قضاء إداري أو مدني أو غيره وفقا للقانون 71 لسنة 2017 غير جائز. هل يتصور أن القضاء الإداري بعد ما نستنى كل الوقت يحكم بعدم الاختصاص؟ ممكن، عشان كده أنا قلت لحضرتك، بس معلش الصوت يمكن كان يعني مش واضح. إن هي 50% و50%. عدم اختصاص. 50% إن هي تاخد عدم اختصاص، و50% تقبل لسبب رافع الدعوة ليه وجهة نظر ان هذا نزاع اداري بحت، لكن في شأن رياضي، في شأن رياضي، فبالتالي هيقول لك القانون بصرف النظر بقى. مش هنقول رأينا يعني استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم عشان النبي، يعني هذا لم يحكم فيه يبقى مش موضوعنا، ايه اللي اتحكم فيه بقى؟ الجزء بقى الثاني، احنا قلنا ان هذه الدعوة النادي الاهلي ليس طرف فيها، انما اعضاء من الجمعيه. خلاص خليها دي دلوقتي على جنب، دي لم يحكم فيها. ايه اللي اتحكم فيه؟ فيها وجلستها يوم الحد الجاي ان شاء الله. طيب مركز التسويه والتحكيم ده اللي لجأ ليه بقى النادي الاهلي، بـ 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 يعني
لإبطال نشر مش النشر إبطال أو يعني عشان يمعن أو يفعل اللائحة الخاصة اللي اعتمدتها الجمعية العمومية ضد قرار البطلان. ضد قرار البطلان تمام، ضد قرار البطلان أو ضد مش ما هم قالش بطلان، عدم اعتماد الجمعية وبالتالي بطلانها ابتداء. فطبقا للقانون الجديد اللي هو 71 لسنة 2017 المختص هو مركز التسوية والتحكيم. تمام، هنا في عايزين حاجة بس يعني أرجو إن احنا يعني تدوني بس مساحة أقولها. لا الكل مساحة ليه كل الوقت. اتفضل. بص يا فندم، مركز التسوية والتحكيم في درجتين، الدرجة التي تسبق التحكيم هو أنا لما برفع أو بقدم الشكوى ما بخشش على التحكيم على طول، بتعرض على هنقول مجازا إن هي لجنة اسمها لجنة الوساطة أو لجنة التوفيق. هذه اللجنة بتجيب الأطراف وبتقعد معاهم وبتحاول توفيق وجهات النظر بين طرفي الشكوى واللي هم النادي الأهلي. اللي هي التحكيم؟ لا التحكيم لا لسه. ما قبل التحكيم ده، ما قبل التحكيم اللي احنا اللي هم سموها امبارح الشق المستعجل، اللي يعني هي طبعا يعني نقول شق مستعجل انما هو مش توصيف دقيق لان الشق المستعجل او الشق الموضوعي ده بين انما هي الاعلام سماها كده امبارح. الاعلام سماها استاذ وائل. استاذ وائل استاذ وائل، هي اسمها مركز التسويق وفض المنازعات، دي لجنه فض المنازعات اللجنه الاولانيه، الثانيه هيئه المحكمين. الثانيه المحكمين دي بالظبط. دي اتسمت امبارح لجنه فض المنازعات. تمام اللي تسمى لا دي يا فندم اسمها في الماده 66 ان النظر في الدعاء في الشكوى عن طريق الوساطه او التوفيق او التحكيم الرياضي، ده ما نص عليه في الماده 66. تمام، يبقى اذا احنا بنبدا بالوساطه او التوفيق وده ما تم امبارح. هذا ما تم امبارح. امبارح يعني القرار اللي صدر امبارح برفض الدعوه ده صدر من لجنه الوساطه او فضل الدرجة الأولى يعني. الدرجة الأولى بس هنا برضو لتحري الدقة عادل بيه، احنا ما نقولش رفض، لا احنا بنقول إحالة الشكوى للتحكيم. الوساطة أو التوفيق دوت يا عادل بيه ما هي إلا محاولة فلترة للشكاوى اللي بتتقدم. ما حصلش. ما حصلش، الطرفين تشبثوا برأيهم. فخدوا الموضوع بقى للتحكيم. للتحكيم. آه. هو ده 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 الوصف القانوني الدقيق. هيسفر ده عن ايه بقى؟ التحكيم بقى دوت اكيد كل طرف هيختار محكم وهيتوافقوا على محكم ثالث، وده هينظر الشكوى وهيصدر قرار فيه او حكم فيه، وطبعا الحكم دوت هيبقى حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه الا من الدرجه الاعلى اللي هي المحكمه الرياضيه الدوليه. جميل قوي، خلينا في اللحظة دي عشان عايزة تفهم وماذا بعد. إذا أنت لو كان يتحكم في الوساطة دي أو يعني المرحلة دي الأولى كنا هنعملها على لائحة النادي الأهلي، أما وإن ما وصلوش لقرار يبقى دلوقتي اللائحة الاسترشادية هتحكم الانتخابات القادمة ولا تمام تمام تمام. إلى الآن الى ان يصدر حكم من لجنه التحكيم احنا شغالين على اللائحه. ايوه لجنه التحكيم تتوقع بقى خلال اسبوع هتكون اجتمعت واصدرت حكم ولا ده صعب؟ والله هو المفروض ان يعني التحكيم بيبقى اسرع من اي جهه تانية، والمفروض ان هو ما ياخدش الوقت اكتر من اسبوع 10 ايام اسبوعين بالكتير. طيب قد يحدث وقد لا يحدث. طيب. اذا حدث هنعرف راسنا من رجلينا. تمام، اذا ما حصلش يبقى ملزمين احنا نمشي باللائحه الاسترشاديه في الانتخابات، صح ولا غلط؟ طبعا طبعا يجب ان يفتح باب. احنا بس بنبسط للساده المشاهدين عشان الاسئله ما حائره جدا عندهم. اذا احنا دلوقتي خلال اسبوع اذا لم يحكم باعتماد اللائحه بتاعه النادي الاهلي احنا على الاسترشاديه وننتظر درجات التقاضي الاخرى. تمام، بس في هنا مشكلة عدل بيه حضرتك ذكرتها في مقدمة كلام حضرتك. ماذا لو صدر الحكم بعد الانتخابات؟ أيوة أيوة.
اذا هنرجع للمربع صفر، وهتبقى الانتخابات او الجمعيه اللي تمت عليها الانتخابات وما ينتج عنها من اثار باطله. ما ده اللي احنا قلناه، يبقى هتتعاد الانتخابات. وبناء عليه بقى دلوقتي، لا بناء عليها تعاد الانتخابات ده. ايوه يعني دلوقتي لتفادي ده المجلس هينتظر يعني قبل فتح الباب. لا اصل دي بص يا ابراهيم، دي مواعيد قانونيه محدده. ايوه ما ينفعش ان احنا نتخطاها. الحقيقه هو 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 لغز، وهو يعني وضع يعني محير اتحط فيه النادي، واتحط الله يعني بطريقه غير مباشره او مباشره الله اعلم، انما هي مواعيد يجب ان تراعى فيها الدقه، وما لا يجوز تجاوزها. لازم ان الحكم التحكيم يصدر. اذا الاقرب للمنطق كما ترى الان، ايه اللي هيحصل خلال الاسبوع القادم؟ يعني المفروض ان يعني انا في وجهه نظري المتواضعه ان التحكيم يصدر في الحكم قبل فتح باب. اذا ما صدرش ايه اللي هيحصل؟ اذا ما صدرش هتتم الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه، وفي حال ويستمر الاهلي في دعواه. نعم يا فندم. ويستمر الاهلي في دعواه. ويستمر طبعا خلاص، هي الشكوى منظوره امام لجنه مركز التسويه والتحكيم. في ناس بقى بتتطرف قوي يا متري يعني في انها تقول ايه، طب لو الاهلي ما دعاش بقى للانتخابات يحصل ايه؟ لا يا فندم ما ينفعش، ازاي ما يدعوش؟ يبقى هو كسر القانون، يبقى هيعتبر المجلس منحل، وهتم الدعوه من قبل اللجنه الاولمبيه. إذن هو ما لن يحدث يعني في كل الأحوال خلال أسبوع أو بعد أسبوع على الأكثر، مش بعد أسبوع يعني، سيعلن النادي الأهلي فتح باب الترشح. إذا كان هناك حكم لصالحه هيبقى على لائحة الأهلي، إذا لم يكن هناك حكم قد صدر بعد هيبقى على اللائحة الاسترشادية، ويستكمل الأهلي مساره القانوني. صح، ويستكمل المسار القانوني. انا ما هو عشان بس ابقى برضو امين مع حضرتك، لم يحدد ميعاد معين في النظام الاساسي لمركز التسويه والتحكيم لصدور حكم التحكيم. ايوه احنا يعني بس بنبسط بقى. فهنا اذا صدر التحكيم حكم التحكيم قبل فتح باب الترشح، يبقى كده الدنيا هديت وتمام، وهتجرى الانتخابات سواء على اللائحه الاسترشاديه او على لائحه النادي الاهلي الخاصه. طيب اذا لم يصدر حكم التحكيم، يبقى هتتكمل على اللائحه الاسترشاديه، وهتعقد الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه، وفي حاله صدور حكم من التحكيم بيؤيد ان هو هتعاد الانتخابات على الاسترشاديه. لا ثواني يا فندم، لو على الاسترشاديه خلاص هي مكمل. اصلا مكمل. تكمل. انما لو صدر الحكم للنادي الاهلي لصالح النادي الاهلي واحقيته في لائحته الخاصه، هنا بقى المشكله ترجع تعيد الاجراءات. هي نعيد الاجراءات، وهتصبح كافه النتائج اللي ما خلاص بس اصل ده والنبي وائل بيه، وائل بيه يعني دي صياغات قانونيه. اذا اتحكم للاهلي هيتلغي الانتخابات وتعاد مره اخرى. اذا حكم برفض دعوه الاهلي، يبقى الانتخابات التي تمت على اللائحه الاسترشاديه مكمله. هل يحق للمجلس الجديد بقى في هذه الحاله ان يدعو لعمل لائحه خاصه بيه، خاصه بالنادي يعني؟ اذا اقرت اللائحه الاسترشاديه وتمت الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه، يحق للنادي الاهلي يدعو في اقرب جمعيه عشان يعمل لائحه؟ مش في اقرب جمعيه، مش في اي وقت عايزه، في اي وقت عايزه بالنصاب القانوني بتاعه. اصل دي جلسه خاصه، مش جمعيه. لا ما طب ادوني بس فرصه اوضح. وضح لنا دي بقى. يحق طبعا لاي مجلس بعد كده انه يعقد جمعيته غير العاديه. غير العادية ليه؟ لأن النصاب اللي تم تطبيقه في الاجتماع الخاص غير التانية، غير العادية. لا يا فندم، لا هو النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية. تمام. يعني في الجمعية العمومية غير العادية هيبقى مطالب النادي الأهلي إنه إن 12500 عضو يحضروا ويكون ده نصاب الانعقاد. إذا انعقد هذا النصاب اللي هو 12500، يحق لي أن يفعل ما يشاء في اللائحة الخاصة بتاعته ويقر ما يشاء من بنوده. أستاذ وائل نشكرك، وأوضحت وأوجزت، والكلام مبسط
وسليم، واعتقد كده النادي الاهلي واعضاء جمعيته فاهمين ايه الليله. معلش خليك على الهوا، هلخص بسرعه تاني. يعني ممكن بس في عجاله كده. اتفضل يا فندم. او انبه معلش اذا اذنتولي. اتفضل. الى برضو خطر كده، مش خطر يعني، هنقول شيء منغص برضو. ايه هو؟ اذا تمت الجمعيه العموميه على اللائحه الاسترشاديه فهناك خطر اخر، وهو يكمن في عدم دعوه اعضاء الشيخ زايد لحضور الجمعيه العموميه. اقول تاني. لا ما خلاص، ده وفقا للائحه الاسترشاديه تقصد؟ ده وفقا للائحه الاسترشاديه. ما هو خلاص بقى، ما هي اللائحه الاسترشاديه كلها على بعضها كده هتبقى يا اما ملغيه اذا اتحكم للاهلي، يا هنكمل عليها مضطرين لحد ما نعدل. لا يقصد لو كملنا على اللائحه الاسترشاديه ولم يدعى اعضاء الشيخ زايد للمشاركه في الجمعيه، مش تقصد كده؟ تمام. عندهم حكم يا ابني. ايوه، ما هي اللائحه الاسترشاديه ما بتديش الحق لاعضاء الفروع. يا ابراهيم بيه، اتفضل. اسمحوا لي في عجاله لن اطيل عليها. لا خد وقتك، خد وقتك. بص حضرتك، الموضوع مهم يعني. الخطر الثاني يا عادل بيه، احنا يهمنا النادي انه لا يدخل في اي نفق مظلم يؤدي الى نتائج غير محموده. طبعا. فلذلك انا يعني بنبه لحاجه في منتهى الخطوره، انه اذا تمت الدعوه للجمعيه العموميه في ظل اللائحه الاسترشاديه ولم يتم دعوه اعضاء الشيخ زايد لحضور والتصويت في هذه الجمعيه، فهي برضه هتكون نتائجها كلها باطله. ليه؟ لان اعضاء الجمعيه العموميه في اعضاء زايد يعني يجب ان يحضروا اي جمعيه قادمه وان يصوتوا فيها، انما واضع اللائحه الاسترشاديه وضع البند 8 بصيغته اللي لغتها المحكمه لاسباب هو يعلمها. وللعلم هذا الموضوع في منتهى السهوله، وهو ان حكم اعضاء النادي الاهلي فرع الشيخ زايد صادر في 15/3/2017، اي قبل صدور القانون بثلاث اشهر. القانون صدر 1/6/2017. خلاص هتحترم غالبا ال 3/7/2017. يا وائل بيه، طالما ان يعني هل حق صدر قبل صدور القانون؟ ما فيش حاجه بتطبق باثر رجعي، يبقى اعتقد ان اي حد هيلتزم بهذه الحقوق. وخلينا بقى في المسارات القانونيه، يعني انا عايز اقول ايه؟ مش عايزين نقعد بقى نتكلم يعني في المسارات القانونيه. القانون هيفرض نفسه على الجميع. صحيح. فاحنا دلوقتي ناقشنا كل الاحتمالات وبسطناها عشان ما نلخبطش الناس تاني. فاحنا هنقول يا جماعه، انا حرصا مني على الكيان. طيب كويس. في اطار الحرص ده برضو يا استاذ وائل، المقصود باعضاء الشيخ زايد هل عضو الفرع ولا الاعضاء اللي تم توفيق اوضاعهم الماليه؟ لان في ناس دفعت الفرع وتحولت الى عضويه عامله. دول ما فهمش مشكله خالص. دول ما عندهمش مشكله. هل المقصود بيها عضو الفرع اللي هي فضلت عضويته قاصره على فرع الشيخ زايد بفلوس الفرع فقط؟ بص يا فندم، برضه يعني كويس ان حضرتك فتحت النقطه دي. من قام باستكمال فرق العضويه وسدد فارق العضويه، خلاص ده محلول ووضعه واضح، لان هو اصلا مش هيشترك في الانتخابات. ما عداش المده القانونيه، اوكي. ما عداش عام على اكتسابه. تمام. صفه عضو جمعيه عموميه. تمام. عضو النادي الاهلي فرع الشيخ زايد يا ابراهيم بيه، كل اللي اكتسبه او اللي بيطالب بيه هو حقه الدستوري في التصويت، وليس في دخول اي فرع اخر دون سداد فارق العضويه. واضحه جدا. ما هو دي موضوع يعني احنا كده بنتطرق ان احنا يعني خلينا الاول في وضع الانتخابات، بعد كده بعد يا وائل بيه والنبي هنتفرع كده. طيب ماشي يا فندم. وائل بيه، اللي خد حقوق محدش هيقدر ينتزعها منه، خلاص؟ ده موضوع تاني. يبطل بقى ما يبطلش، هنخش في دوامه تانيه. احنا دلوقتي خلينا في الوضع اللي احنا فيه النهارده. الناس عايزه تفهمه. ستفتح باب الانتخابات غالبا على اللائحه الاسترشاديه اذا لم يصدر حكم يعني يدعم لائحه النادي الاهلي خلال 7 ايام او 10 ايام.
صح؟ تمام. بس خلاص خلينا كده. أكد على كلام حضرتك بس. وأنا بس أثرت النقطة دي حرصا مني على الكيان اللي أنا بنتمي إليه يا فندم. كلنا حريصين على استقرار النادي الأهلي، وأرجو أرجو أن نحتكم جميعا إلى مصلحة النادي الأهلي، وفي الآخر الأحكام القضائية ملزمة للجميع. تمام يا فندم. انا كان ليا الشرف بدخولي لا ده احنا اللي تعرفنا المعادفة مع اثنين من القامات والله انت جميله، اللي انا فعلا انا طول عمري بقول على عدلي بيه ان هو وزير خارجيه النادي الاهلي الله يخليك، وبيل منيسي قامه من القامات الصحفيه المحترمه. شكراً. التي قلما يجود بها الزمن. شكرا شكرا. واحنا استمتعنا بالسرد البسيط الواضح اللي نأمل فيه عشان أعضائنا يفهموا الموضوع ببساطة. شكرا للأستاذ وائل عوض المحامي.